نبارك ل طبعا اعضاء فرع مدينه نصر. النهارده افتتاح تاريخي، مشكله كانت كبيره جدا الحقيقه بتواجه كل الاعضاء، وهي مدينه نصر الحقيقه واحده من النماذج السيئه الحقيقه في التخطيط. اللي يروح مدينه نصر في اوائل التسعينات او اخر الثمانينات بتتكلم على صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، بتتكلم في خلال بس يمكن 30 سنه حاله تكدس كبيره جدا، مشاكل كبيره جدا بيعاني منها كل سكان مدينه نصر، وبالتاكيد اعضاء مدينه نصر، اعضاء الاهلي مدينه نصر. اعتقد النهارده في دي حاله فرحه كبيره جدا بالمشهد اللي حضراتكم شايفينه، افتتاح لواحد من اهم المشروعات اللي بتعكس اهتمام اداره الاهلي بتطوير البنيه التحتيه والعمل على ايجاد حلول سريعه وفعاله للمشاكل اللي بيواجهها الاعضاء. واعتقد الجراج اللي حضراتكم شفتوا النهارده افتتاحه وتابعتوه بحضور طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، وكل الحضور الحقيقه كل الشكر لكل حد ساهم في ان المشروع ده يخرج للنور في زمن قياسي وفي ظل معطيات صعبه جدا. انك انت توجد المساحه دي في مدينه نصر وتخلق باركينج تقريبا يعني بيستوعب نتكلم على 1000 عربيه، اعتقد ده انجاز قياسي جدا، وكل الشكر لكل مؤسسات الدوله اللي دعمت، كل الشكر للشركه القائمه على تنفيذ المشروع شركه ابناء سينا طبعا عشان يخرج المشروع بالشكل الحضاري والمشرف ده ويمثل نقله نوعيه في مستوى الخدمات اللي بتقدم طبعا لاعضاء الاهلي مدينه نصر.